أستاذ زكريا رحلي، أستاذ مادة اللغة الفرنسية. صباحك سعيد. صباح الخير أستاذ، مرحبا بكم. شكرا لقبول دعوة البرنامج، مرحبا بك في هذا البلاطو المباشر اللي يجمعنا صباحة اليوم للحديث على هذا الدورة من امتحان الباكالوريا. يعني شفنا البارح تلاميذ جوزوا مادة اللغة العربية علوم الشريعة الإسلامية، أريحية نوعا ما كانت عند الطلبة وعند التلاميذ، شفنا آراءهم متباينة نوعا ما، ولكن الأغلبية كانوا مرتاحين للأساتذة للمواضيع والأسئلة، وقالوا أنه أسئلة كانت في متناول الجميع. بالنسبة للغة الفرنسية اللي رانا مقبلين خلينا نقول على اجتيازها، لأنه احنا تاني نجوزوا مع طلبة ديالنا، ربما نظرة استباقية لهذا المادة، في رأيك أنت كأستاذ وش راح يكون وش راح يكون، ربما كيفاش راح تكون بالنسبة للطلبة، وهل راح تكون في متناول التلميذ المتوسط؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نقول لك باللي شكرا على الاستضافة هذه، شكرا لقناة شروق، مرحبا بكل متابعين الكرام. بون سكي كونسيرن ليكزامان دو باك، كما قلت انت يا دوكا، الأسئلة تاع البارح كانت في متناول الجميع، سواء اللغة العربية ولا الشريعة الإسلامية، العلوم الإسلامية كانت في متناول الجميع. نطرقوا دوكا لو فرونسي، اللغة الفرنسية بالنسبة لجميع الشعب راح يكون كيف كما قلت للمادتين اللي جوزوهم ديجا، راح يكون موضوع في متناول الجميع. الأسئلة بون بيان سور، احنا عندنا تروا بروجي، ثلاثة لي بروجي فرونسي كاع الشعب. عندنا لو تيكست ديستوار، لو ديبا ديدي، ولابيل. لو تيكست ديستوار اللي هو النص التاريخي، لو ديبا ديدي سي لو تيكست ارغومونتاتيف، وعندنا لابيل اللي هو لو تيكست اكزورتاتيف. انت سقسيتني على الاسئله اللي يطيحوا جينيرالمون في لو سوجي دو باك. بون فو زافي لو تيكست ديستوار، عندنا نص تاريخي اللي اغلبيه التلاميذ يخيروه. يعني صراحه انا كمصحح في بكالوريا منذ 2013، صافي 11 سنه وانا نصحح في البكالوريا، انا على بالي تما لا بلو بار ديزي الاغلبيه التلاميذ يخيروا الموضوع الاول، ويقع اختيارهم على لو تيكست ديستوار. أغلبية التلاميذ واش يقولوا، يلقوا راحتهم في النص التاريخي باسكو جينيرالمون هو يطيح 100%، في أغلب الأحيان يطيح لو تيكست ديستوار. ومن بعد الموضوع الثاني اللي هو لو ديبا ديدي ولا لابيل، واحد فيهم اللي يطيح جينيرالمون، أغلبية التلاميذ ما يخيروهمش باسكو باش تخير الموضوع الثاني لازم يكون عندك ان فوكابولار غيش، لازم تكون تفهم اللغة وتتقن اللغة. لي سي بور سا لا بلوبار دي زيلاف يخيروا الموضوع الاول اللي هو لو تيكست ديستوار، وبيان سور من ذاك يطيح الموضوع الثاني، يقلبوا لهم المواضيع. بيان سور الاسئله راح تكون في متناول الجميع باسكو في الباك ستكون هناك مراعاه لجميع فئات التلاميذ، كاين ان ايلاف اكسيلون، كاين ان ايلاف بون، كاين ان موين بون، كاين اللي تحتو. بيان سور صافا دير الاسئله راح تكون في متناول الجميع، يعني من ليكسبيريونس ديالي في التصحيح ولا في لا كونسيبسيون دي سوجي، كنديروا دي سوجي بون بيان سور كاين دي سوجي دو كونيسون، كاين دي كاستيون دو كونيسونس اللي اغلبيه التلاميذ يجاوبوا عليهم، السؤال الاول السؤال الثاني يكونوا في متناول الجميع. ومن بعد بيان سور اون فا باسي على اناليز، بيان سور تماتيك نطلعوا شويه للمستوى، ولكن ماشي معناتها زعما التلاميذ المتوسطين ماشي معناتها ما يقدروش يريبونديو، يقدر يجاوب بكل سهوله وبكل اريحيه. بيان سور وي، انا كاين نصيحه برك نعطيها للتلاميذ، عباك المشكل تاع التلاميذ سي كوا، سي لا ميثودولوجي دو ريبونس، منهجيه الاجابه، منهجيه ايه المنهجيه، ما عندهمش المنهجيه للاسف الشديد. تلقى لا بلوبار دي زيلاف داير في اللغات، خاصه اللغات دوك انت كي يكون عندك اللغه الفرنسيه ولا العربيه ولا الانجليزيه، لازم تقرا لو سوبور لو تيكست، لازم تقرا لو تيكست مرارا وتكرارا. صح، مي اغلبيه التلاميذ واش يديروا، انا يعني قلت لك من ليكسبيريونس تاعي في لا سيرفيونس ولا في لا كوريكسيون، كي نحطوا لي سوجي للتلاميذ تاع البكالوريا واش يديروا، انت تحط لهم لو سوجي هما يقلبوا يشوفوا لي كاستيون، وهذا خطا باسكو انت اسكو تقدر تريبوندي على لي كاستيون بلا ما تشوف لو تيكست. ولكن استاذ التلميذ ما على بالوش ما مدى اهميه انه يقرا اسئله او يقرا الموضوع عفوا قبل ما يروح للاسئله، يقول لك معليش انا نقرا باش كي نروح للموضوع نلقى روحي روبيريت نوعا ما الاجوبه ديالي من خلال. هي صح، انا بيرسونيلمون هكذا يقولوا لي ليزيلاف، يقولوا لي يا شيخ باش نشوف ابوبري، مي سي اون ايرور، هذا خطا. ايماجين زعما انت يا دوكا تقلب الورقه ديالك وتقرا لي كاستيون، شفت كاش سؤال ما فهمتوش، اسكو انت يا دوكا كي تقلب الورقه ديالك وتقرا لو تيكست اسكو تو فات كونسونطري سور لا ليكتور دو تيكست؟ يضيعك انت توجور يبقى في مخك هذاك السؤال اللي ما فهمتوش، تبدا تقول انت يا دوكا وهذيك لا كيسيون كيفاش ندير لها، اسكو راح نتلاقى بها. دونك انا جو كونساي لي زيلاف دائما، النصيحه تاعي دائما وابدا نقول الفو لير لو تيكست كونفينابلمون، لازم تقرا لو تيكست كما ينبغي اتونتيفمون،
لازم تقراها بتمعن. ونزيد لك عفسه واحده اخرى، انايا دائما نقول لي زيلف لا ليكتور اون سول ليكتور نو سوفي با، ما تكفيش اون سول ليكتور، لازم تقرا لو تيكست اون ليكتور جلوبال بصفه عامه باش نعرف نوربيري ابري لو تيم على واش يحكي ايتترا، اونسويت اون فا باسي على ليكتور اناليتيك. أستاذ، غدوة هو امتحان أيضا موحد بالنسبة لكل الشعاب، في 6 شعاب راح يجتازوا امتحان اللغة الفرنسية بالإضافة أيضا إلى شعبة الفنون، ولكن المعامل يختلف من شعبة إلى أخرى، وهذا الشيء يخلي التلميذ أو أهمية المادة بالنسبة للتلميذ تختلف من المواد أو من الطلبة اللي يجوزوا في الشعاب الأدبية إلى الشعاب العلمية. طبعاً تعليقك على اهتمام التلميذ بالمادة على حساب يعني المعامل على حساب الشعب على حسب المعامل اكيد بيان سور كيما لي لونغ مثلا لي لونغ المعامل تاعها 5 لو كوفيسيون سي 5 الفلسفه ادب وفلسفه المعامل تاعها 3 ولي سيونتيفيك الشعب العلميه سيونتيفيك ماتيلام جيستيون ما تكنيك كوفيسيون سي 2 دوكا كاين تلاميذ بون لغات باينين اي سانتيريس على لونغ باسكو سي كوفيسيون 5 تماما عندهم يلعب فيها ولكن الشعب العلميه وهذا خطا انا بور مو سي اون ايرور وعلاش خطا هذايا دوكا اني لاف اللي حبي يجيب لو باك افيك مونسيون اذا حبيت دير التخصص اللي راك حابه في الجامعه لا يكفي انه تقرا المواد العلميه وفقط صح. لازم تقرا بيان سور لو فرونسي لونغلي العربي الفو بيرفيكسيوني اذا حبيت لا مونسيون بيان سور كاين تلاميذ وهذا راجع الى بون نون سولمون لي زونسانيون بون لي زونسانيون ils ont une part de responsabilité عنده شويه مسؤوليه بس كون دوا اورينتي لي زيلف لازم نوجهوهم بيان سور. انا نشوف المسؤوليه يعني بكل صراحه من جانب شخصي انه مسؤوليه الجميع حتى الاهل مسؤوليه الجميع بيان سور الاساتذه قلت لك لي بارون التلميذ ايضا عنده ريسبونسابيلتي التلميذ عنده اون بار دو ريسبونسابيلتي والاساتذه عندهم اون بار دو ريسبونسابيلتي سي ان تو سا فو دير كي تجمع هادو ما كاع باسكو لي بارون دواف اورينتي لي زونسانيون باراي اي لا ميم شوز بور لي ليف ايل دو اتر كونسيون باللي اذا حبيت دير تخصص تاعك في الجامعة ما لازمش نقرأ المواد العلمية وفقط كما مثلا الأدب كيف الأدب واللغات لا ميم شوز ماشي نقرأ أنا يا المواد الأدبية والنيجليجي نيجليجونس توتال تاع لي ماتيير سيونتيفيك ولا الأدب العلوم الإسلامية مثلا أنا راني نقري في الليسي دوبوي ديزاني أنا نشوف باللي اللغات مثلا اللغات إل سو ديزانتيريس كاريمون ما يقراوش كاع لي مات مثلا يقول لك يا شيخ المعامل 2 صح المعامل 2 الشريعة المعامل 2 بصح كي تجمع هادو ما كاع يهلكوك في يديروك نتيجة إيجابية. أستاذ أيضا بين الأخطاء اللي يقع فيها التلميذ هاد الأيام اليوم هي مادة مش للحفظ اللغة الفرنسية مش مصنفة ضمن مواد الحفظ فبالتالي اليوم التلميذ تلقاه ما يقراهاش نهائيا يراجع ولا يدير طلة كما يقولوا بالعامية ويروح إلى المواد الأخرى خليني نقول يركز فقط على المرادفات ولا على أشياء بسيطة بالنسبة له وبالتالي يروح يغتنم الفرصة والوقت الكامل في أنه يراجع مادة أخرى يقول لك هذه متمكن منها فاهمها معليش ما قراهاش هي صحيح كما قلت انت هي اللغه الفرنسيه ماشي لغه تاع الحفظ طبعا بصح كاين سكون ابل لا ميثودولوجي دو ريبونس منهجيه الاجابه انا نعطي لك امثله لو كان نعطي لك الامثله ما يخلصوش على كل حال بصح نعطي لك نبذه برك هكذا اللي بينا نعطينا الامثله بارك الله فيك اللي يقدروا يفيدوا التلاميذ تاعنا غدوه ان شاء الله اللي راح يجوزوا لو باك نعطي لك نصائح راح يفيدوهم ونزيد لك هادو ما اسئله يطيحوا رسميا في مواضيع البكالوريا سي اسئله كي غوفيان سوفون دون لي سوجي دو باك نعطي لك مثلا كاين واحد سؤال بون اسئله على كل حال نعطي لك امثله كاين واحد سؤال يتعاود في الباك تاع لو شون ليكسيكال شكون ما يعرفش لو شون ليكسيكال لي زيلاف كاع يعرفوا لو شون ليكسيكال مي انايا من التجربه تاعي في تصحيح البكالوريا لا بلوبار دي زيلاف يديو عليه لا موتي دو لا نوت ما يديوش لا نوت كومبليت اي بورتون هو كيروح للدار واش يقول لك يقول لك يا شيخ سوجي ساهل عطاونا لو شون ليكسيكال باسكو هو لا كيسيون واش يقول لك يقول لك مثلا بون لا كيسيون تقدر طاح لك بطريقتين يقدر يقول لك تروفي دون لو تيكست كاتر مو او اكسبريسيون ولا يقول لك تروفي دون لو تيكست دو مو اي دو اكسبريسيون دوكا لي زيلاف هنا واش يديروا المشكل تاع المنهجيه سي كوا ما يعرفوش ان فون با لا ديفيرونس بين ان مو اي اون اكسبريسيون انا دوكا كي نقول لك ان مو بون بين كلمه اون اكسبريسيون عباره تلاميذ واش يجبدوا لنا نهار الباك يجبدوا لنا دي فراز يقول لك يا شيخ اكسبريسيون ولا فراز سي لا ميم شوز مي نو لا فراز ما نحسبوها لك هذا مثال اول المثال الثاني كاين لا كيسيون اللي جزت عليها بيان سور تاع ظريفو يا اخي دائما يمدوا لنا ظريفو ريبوندي بارك اي يموت عليها التلاميذ وي مي لو بروبليم تاع لي زيلاف سي كو في لا كيسيون بارفو يقول لك ريكوبيي لي فراز
اي بوي ريبوندي بار فري او فو. كي يقول لك ريكوبيت ما لازم تعاود تكتب لا فراز. اه صافي دير حنا في الباك اللي لافوش يديرونا ان فري دو فو تروا فري، حنا في لا كوريكسيون اش نديرو لهم؟ بار اكزومبل دي 2 سور 2 جبتهم كاع صح، نقسموا لك لا نوت سور 2 باسكو تو نا با ريكوبيي لي فراز، ما التزمتش يعني بيان سور لا كونسين سي سكون ابل لو ريسبي دو لا كونسين، يعني التقيد بالتعليم. كاين اون اوتر كيستيون مثلا تاع لو باساج، يبوزيو لهم في الباك يقولوا لهم بون كومبليتي لو باساج بار لي مو كي كونفيان، اكمل الفقره بالكلمات المناسبه. حنا كي نمدوا لك الكلمات من داك في الباساج واش يقول لك في سؤال؟ ريكريفي لو باساج، ريكريفي لو باساج، تما تعاود تكتب الفقره ومن بعد تعمر بيان سور الفراغات. لا بليبار دي زيلاف واش يديروا؟ نو بالك انت درتها في المسيره تاعك، ما على باليش الا درتها، يديروا ان ويكتب الكلمه دو ويكتب الكلمه، وهذا سي تون ايرور. علاش نقول انايا كاين دي زيلاف وكاين بزاف لي كونديدا لي كونديدا ليبر مثلا صح الاحرار، واش يقولوا لنا لي كونديدا ليبر؟ كبيره ايضا بارك الله فيك. واش يقولوا لنا لي كونديدا ليبر؟ يقول لك يا شيخ يحقرونا في لا كوريكسيون. اسكو صح زعما نحقروهم في لا كوريكسيون؟ ما كانش منها هاديه بالنسبه للتصحيح فقط استاذي. بالنسبه للاحرار هل يصحوا مع الطلبه خليني نقول المتمدرسين ولا لا؟ لا لا لا، هي كي يجيبوا لنا الاوراق تاع الطلبه الاحرار في مركز التصحيح، مركز التصحيح بون ما يقولولناش باللي تاع احرار ولا بصح حنا اون ديكوفر منين نفيقوا باللي هادوما تاع الاحرار. الفراغات بزاف من لا ميثودولوجي بون، الفراغات كاينين من الغيابات صح، كي يكونوا بزاف غيابات، وثانيك من لا ميثودولوجي باسكو الاحرار ما عندهمش من هجية الاجابه. التلاميذ المتمدرسين اما يقراو في الليسي الاساتذه تاعهم يمدوا لهم المنهجيه، بصح الاحرار ما عندهمش من هذا، عنده 5 سنين 6 سنين ما قراش حتى يكونش عنده. صافي دير كاين دي كيستيون تبدلت لا مانيير دو بوزي لا كيستيون ديالهم، هما ما فاقوش ما فيقوش لي زاستيس هذوما. طيب استاذ، بالنسبه ايضا دائما لهذا التخصصات والمعامل اللي خليني نقول الناس ما يعطوهش اهم ولا يعطوا اهميه اكثر من انه من الماده بحد ذاتها، فبالتالي هذا ياخذ التلميذ الى ضياع اخر. نقطه اخرى نحب نتطرق لها استاذ وهي المرادفات اللي يقع فيها التلميذ، فبالتالي ما يعرفش وين راهو، يقول لك لا لا ماشي هذه وماشي هذه، وبالتالي يدخل التلميذ في دوامه تخرجوا على سياق الموضوع. صح اون سكي كونسيرن الفوكابولار يعني بيان سور وي الحديث معك شيق، ولكن بارك الله فيك لو فوكابولار اللي قلت عليها المرادفات لو ليكسيك ولا لو فوكابولار. البروبليم تاع لي زيلاف سي كوا؟ سي لا باز، ما عندهمش لا باز وما عندهمش ان ريش فوكابولار. لو فوكابولار هي منين يجي؟ يجي من لا ليكتور، من المطالعه. والتلاميذ تاعنا اليوم للاسف شديد السيلواني دو لا ليكتور، مبتعدوا بزاف على لا ليكتور، على جال لي ريزو سوسيو، على جال لو تيليفون طابلات ايتترا. سافو دير لي زيلاف واش يديروا؟ كي يروح نهار الباك يقول لك يا شيخ انايا هادو المرادفات ما فهمت فيهم والو. وبيان سور وحنايا لو تيكست داير لو كان تروح لو سوجي دو باك، اول شيء نديروه سي ان رومون واش نلقاو فيه لي كاستيون تاعتك، سي لا كومبريونسيون دو تيكست، فهم النص. تما اذا فهمت النص تقدر تجاوب على الاسئله ديالك، اذا ما فهمتش النص راح يجيك سؤال الاسئله صعب بيان سور. سي بور سا انا كي نقري لي زيلاف مثلا واش نقول لهم؟ دائما وابدا نخدموا بزاف دي سوجي. علاش نخدموا لي سوجي؟ بور اكيرير ان فوكابولار لتكتسب الرصيد اللغوي، باسكو بالرصيد اللغوي هذاك اللي تقدر تفاري انفستير لي زاكي تاعك، راح تستثمر في المجهودات تاعك وراح تستثمر في المعلومات اللي عندك وتقدر تريبوندي باذن الله. شكرا لك سيد زكريا الرحلي استاذ ماده اللغه الفرنسيه، كنت حاضر معنا صباحه اليوم ونحكينا على امتحان اللغه الفرنسيه في بكالوريا، ربما باختصار النصائح فقط قدمها للتلاميذ ولا الاهالي اللي يشاهدوا فينا اليوم. النصائح اللي نقدمهم اليوم للتلاميذ المقبلين على امتحان اللغه الفرنسيه غدا ان شاء الله، انا ينقول لهم لا بروميير دي شوز ليزي بيان لو تيكست، ليزي اتونتيفمون لو تيكست، لازم يقراو النص جيدا وما يقراوهش خطره واحده برك، باسكو لا ليكتور الاولانيه سي لا ليكتور جلوبال، نقراوها بصفه عامه، ومن بعد حنا سو كي نوز انتيريس بوكو بلوس سي لا ليكتور اناليتيك، نقرا لا ليكتور الاولانيه بيان سور وي شغل بروفونديمون بتعمق، لازم تقرا يعني قراءه تحليليه للموضوع، تحليليه بيان سور سي اناليتيك، سي الفو اناليزي لو تيكست، هذه العفسه الاولى. لا دوزيام دي شوز الفو لير اي رولير لي كاستيون، باسكو الاسئله كاع اللي يعطيهم لك راح تلقى الاجابه ديالهم في لو تيكست في النص بيان سور. والعفسه التروازيام اللي لازم يديروها لي زيلاف نقول لهم ونعاود لهم الفو شوازيغ لو سوجي كي تو كونفيان، ما تباش في الاصدقاء ديالك، باسكو كاين دوكا ان الاف زعما يكون قدامي خير لو دوزيام سوجي، ماشي انا لازم نخير كيما هو،
انا نخير السوجي اللي يساعدني انايا باسكو عندنا دائما في الباك اون دوميور من الساعه الاولانيه تاع لو شوا دو سوجي تاع اختيار الموضوع. شكرا لك جامع تلاميذنا. شكرا لك. يقولوا فهم السؤال نصف الجواب. هذه بارك الله. شكرا لك استاذ اكيد.